مبروك للجهاز الفني واللاعبين، مبروك ليهم، مبروك لاداره النشاط الرياضي، مبروك للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي الكبيره العريقه اللي بتتابع دايما النادي الاهلي بكل العابه، الف الف مبروك، وان شاء الله كده مزيدا من النجاح الفتره الجايه ان شاء الله. وبنعتذر لكم على مباراه السله بتاعت امبارح، يمكن بس ما كانش في توفيق، الناس يعني اجتهدت ولعبت لحد اخر لحظه، المباراه كانت رايحه جايه، بس هو ده هي الرياضه كده بتروح وبتيجي. التوفيق دايما للنادي الاهلي وان شاء الله جاي يكون احسن ان شاء الله باذن الله. بس هو ده الطبيعي، المفروض ان مجلس اداره النادي الاهلي على مدار عصوره كلها الحقيقه دايما متواجد مع فرق النشاط الرياضي، دايما متواجد مع الفانيلا الحمراء، دايما متواجد في كل المحافل سواء محافل رياضيه او محافل حتى على المستوى التربوي او على مستوى الدوله او على مستوى الاجتهادات اللي بنحاول ان احنا نعملها كنوع من التاثير في المجتمع المصري بشكل طيب. ان شاء الله كده بمزيد من النجاح، وان شاء الله كده يبقى في حاجات حلوه جديده جدا تعلن الفتره الجايه بشكل طيب لجمهور النادي الاهلي والاعضاء النادي الاهلي في كل افرع النادي الاهلي باذن الله رب العالمين، وان شاء الله مزيدا من النجاح للنادي الاهلي.